تتمناه. ميسي جاباني وحب السوتيه شيتوتو ده مطعم فيه ايه ام هم شيتوتو ايه مطعم فيه ايه ام هم. عندنا برضو عواطف شطة احلى في رجل التك واللي بيقطع شيتوتو. عندنا سلطة على انتخابات لو مش عايز نام وتغطى شيتوتو. عندنا كوسة وعندنا قرع ده احنا الاصل وملناش فرع. عندنا كوسة زي ما تجيش زي ما تجيش زي ما تجيش بالمايوهات او بالترابيش بالمايوهات او بالترابيش. عندنا اكل فوق الترابيزة تحتها برضو تلاقي تحابيش شي تطا تطا مطعم ايمالو تطا وهم هم وتيتي تطا مطعم فيه ايه هم هم. اجمل سمع الدنيا الدمع عندنا هنا ملا قلم سامع شيتوتو. عندنا شربة تنسي الغربة وافكار طازة جريئة ولامعة شيتوتو. عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع. وعندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع. بلياليهم مفيش زبون واحد يدخل المطعم. قرب 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 كبار التيشيرتاتو لضرب الاسعار. وجبه كامله ب 25 جنيه فرخه هديه لكل زبون. قرب 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 تعالى يا بيه اتفضل يا هانم. شايف خيال زبون مش عارف اما هشوف الزبون جاي هعمل ايه. هقطعه بسناني. يا رب ابعت يا رب ابعت. ده عيلة بحالها جاية بهي لما تفرج تفرج من وسع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نشيد استقبال الزبون. أهلاً 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 بعز الزباين. أهلاً 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 بعز الزباين. أهلاً شربتينا. أهلاً شربتينا. أهلاً يا أخواننا جعان. يا أخواننا أنا واقع. وإحنا كمان واقعين. اتفضل 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 ساعتك. اتفضل اتفضل. خطفوا عياد كل العرق ده من ايدي. هو المطعم ده شغال عليا انا بس؟ طبعا يا باشا احنا النهارده قافلين المطعم خالص وعازمينك على الغداء. مفيش ولا زبون هيخش غير حضرتك يا فندم. احنا فعلا قافلين المطعم بالرغم من ان الطوابير بره بالضرب. وكل ده ليه؟
احنا عاوزين سعادتك تاكل بالهنا والشفا وتملى بطنك وتقول لنا رايك في مطعمنا المتواضع، الاسعار، نوعيه الاكل، الجو العام والاتموسفير. وكل ده ببلاش. بلاش ايه يا راجل؟ يا راجل قول باللي انت اكلته ده، انت واكل 3 كيلو كباب وفرختين واربع تجواز حمام محشي ونص كيلو طرش. انا لا اسمح، انا لا اسمح، انا ادفع ثمن الاكل ده كله على الجزمة. انت تاكل وتنبسط وما تدفعش الحساب واللي انت عاوزه كمان ندهولك. اولا اللحمه دي ناشفه مش مستويه. اكتب عندك نجاتك، دون الملحوظات دي بسرعه. ثانيا الكفته كانت محتاجه حته دهنه كده عشان تبقى ماسكه بعضها بدل ما ينفرولها. عظيم هايل. الشوربه أيوة. مفيش فيها بهاريز. ايوه اكتب يا نجاتي. وين كمان الشيء الملفت للنظر؟ كميه الاكل قليله، الطبق ما كانش يملى عين الزبون، ما ينفعش. طب ده انا لسه اكل في السيده زينب قبل ما اجي. كمان واكل قبل ما تيجي؟ وكلت ايه ساعتك في السيده زينب؟ طبق منبار، واحد عكاوي، واحد سمين. واحد سمين؟ الراجل ده من اكل لحوم البشر. انا لما شفته كده قلت مش معقول ده يكون راجل وحده، دول اتنين سمين في واحد يعني طور ذكر. طبق العكاوي كان قد كده اهو. بس يا نجاتي الراجل ده اهو جاب التايهه. بعد كده يا نجاتي الطبق يتقدم 3 اضعاف. وعصايا وطلع عليها جزمه يا فندم، كل ما تستخسرش في نفسك. طب فين الشاليمو؟ ام سوري. مقاس سعادتك بالظبط 76. الاكل ايه بقى؟ اكل ايه؟ اكل ايه؟ اوعى الاكل يكون عندهم كله بالمنظر ده، اكس لارج. مش للدرجات يا فندم. طيب هات لي ام علي. ام علي، في ايه؟ في ايه؟ الحقيقه يا فندم مش عارف اذا كان المكان هيسع ام علي ولا لا، انا افضل سعادتك تروح لها بنفسك. واخبار الشغل ايه؟ مفيش ولا زبون برضو؟ مفيش غير زبونين بس. لا المسألة مش مسألة أسعار ولا كميات أكل، المسألة أنا إن عرفت السقا. يا عادل ساعدوا العاجز. أنا عرفت السبب يا عادل، إحنا معمول لنا أمل. عمل إيه ودجل إيه؟ بلاش كلام فاضي. أنا عايز أفهم، أنت أمل ولا بتشوفش؟ بقولك يا ست أنت، أنا مش عاوز كتر كلام لو سمحت. كتر كلام؟ أنت كمان قليل أدب، ده أنت حمار. لا لا أنا أقدر، أنا ممكن أضربك بالقلم على وشك. تمد إيدك على واحدة ست؟ يا جماعة الحقوني. الله الله الله، يعني إيه تمد إيدك على واحدة ست؟ إيه خلاص؟ ما عادش فيه رجولة؟ دي حاجة تجنن. طب بصمص على حسابي، هوينا يا أخويا. اسمعوا كل واحد يروح لحاله وشوف شغله يا جماعة. يلا محدش يمشي من هنا يا جماعة، كل دول شروط في الاسم. البيت خبط لي العربية بيشتمني كمان. أيوه وحاول يمد إيده عليكي، دي حاجة تجنن. هو انا ناقصك؟ ما تهوينا يا اخي. شوف يا ست انت، انا غلطان يا ست، اللي انت عاوزاه انا هعملهولك. والعطر انا اتعطلتها دلوقتي؟ لا ده انت غلباويه بقى. بقولك ايه، عمك عبد الشافي عندك اهو، قولي له بياناتك واللي انت عاوزاه هنعملهولك. بلاش عرف. يا سلام بالبساطه كده، انت فاكرني هتعمل ايه؟ سيب بياناتك بقى. يوم غريب ما طلعتلوش الشمس، ده ايه نحس الواحد فيه ده؟ معقول؟ ممكن افهم بقى انت ليه قفلت السكه في وشي؟ عملت حادثه بالعربيه، ضربت عربيه واحده دمها ينطش. المهم الزباين اخبارهم ايه اللي قلت لي عليه؟ انا بعد ما كلمتك في التليفون وحكيت لك على حكايه العمل اللي معمول في المطعم، كنت عايز افرحك. في ترابيزه فيها 3 اشخاص، 2 وصلوا وواحد لسه جاي، مفيش طلب في المنيو ما طلبوهوش. طب الحمد لله قايل نجاتي،
اسمع، روح بنفسك واقف على الترابيزه دي. يلا يلا. يا سلام، يمكن جه الاوان وبقت فتحه خير وربنا يفك النحس اللي احنا يوم اسود ومنيل لما قلنا ان احنا نيجي نتغدى في المطعم ده. اوف، افتكرت ليه يا سوسن؟ احنا طلبنا لك اكل. عملت حادثه بالعربيه قدام المطعم، واحد فقير رزيل خبط لي العربيه ونزل كمان يشتم. كمان يشتمك؟ ما خدتوش على اسم ليه بقى؟ ان شاء الله. ومين هيصلحها ان شاء الله يا ست هانم؟ هو الله يصلحها طبعا، وجزمته في رقبته، وهيدفع تعويض كبير كمان ليها عشان اهانتها قدام الناس في الشارع. ده انا هوديهولك في داهيه. رقم العربيه كام؟ اهي متنيله واقفه قدام المطعم اهي. وسبتيه يمشي ليه؟ هنجيبه منين دلوقتي؟ مساء الخير. بون ابيتيت. لصالح، هو ده اللي خبط لي العربيه يا صالح؟ هو ده. طب انا هقول لحضرتك حاجه، انا على فكره كان زمان ليا عضلات كده بس ما مشيتش معايا. انا اتفضلت عليك يا عادل بيه. الحمد لله على سلامتك يا باشا. بس ما شاء الله سعادتك زي القصار. وليكوا عين، ليكوا عين يا جبروتكوا، تسيبوهم يهرسوا فيا ومحدش يحوش عني؟ عليا النعمه يا باشا، انا لو كنت جيت كان زمان الناس دي كلها. انما ما كنتش فاضي، ايديا كان فيها بصل وتوم. وانا بصراحه جريت اجيب الاسعاف. ده اللي قدرته عليه، فالحين بس اخر الشهر تيجوا تلهفوا المهية. شوفوا انتوا كلكوا مرفودين، وعلى راسكم الشيب بتاعكم سينجاتي. ليه يا عادل بيه؟ ده احنا سايبينه بيعيط في المطعم، ده بيحبك. حب وبرص وعشرة قرص، ولغاية بقى ان شاء الله ما اجي وادبكم الادب الكامل المطعم هيفضل مقفول. المطعم مش هيتقفل يا عادل بيه. انتي ايه اللي جابك؟ حرام عليك، امشي اطلعي بره بره. ليك حق، ليك حق تشتمني وتزعقلي كمان، لكن انا مش ممكن اسيبك وانت في الحالة دي، لان انا السبب اللي جرى. انا اسفه والله. طب نسيبكم احنا بقى ونمشي يا عادل بيه. تسيبوني؟ تسيبوني تاني؟ انتوا ما تتعلموش ايه؟ عاوزينهم يخلصوا عليا يا فندم. سعادتك خلصان خالص، وبعدين الهانم جايه وجايبه لك ورد، فرصه نهدي النفوس. يلا يا اولاد بينا، احنا جايبين لي سعادتك موز وبرتقال من المطعم، قلنا سعادتك تاكله بدل ما يترمي. سلام عليكم. يا رزل يا رزل، انت عاوز ايه دلوقتي؟ انا عاوزاك تسامحني. اسامحك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ طيب اشتمني وزعقلي بس بالراحه بهدوء وحياتي. اسمعي يا ست انت. طب بشويش عشان خاطري. انت ست مش متربيه وما عندكيش دم. وايه تاني؟ واهلك، اهلك كلهم ناس صيع. عارفه. اكمل. وايه كمان؟ واخوك الطور ده ما عندوش لا رحمه ولا انسانيه. ده مصالح. واخوك التاني اللي عمال يرفض زي الحمار. ده بسيوني. بسيوني، انا بصراحه انا مش عارف اقول لك ايه. انا جوايا كلام كتير عاوز اقوله لك، امسكني يا رب. اقول لك، هو كان يوم اسود يوم ما شفتك فيه بصراحه. يعني ده انتوا ناس؟ ده انتوا عيله؟ لا، ده انتوا لا عيله ولا ناس. خلاص يا نجاتي، انا قررت ابيع المطعم، مش جالي من وراه غير البهدله والشر، وحتى الايراد صفر. اسمع يا عادل، المطعم ده معمول له عمل. الواد ابراهيم وهو بيشد السيفون العمل وقع على دماغه، خدت العمل وديته للست ام السعد عشان تفكه. عمل ايه واسباب ايه انت كمان يا نجاتي؟ انا البروفيسور عادل نور اللي واخد الاي ام والدي اتش من اكبر معاهد المطاعم في اوروبا، يلتفت للكلام الفارغ ده الاعمى الان. بقول لك ايه، ست ام السعد دي مش اي كلام يا حبيبي، ده انا قعدت 3 ايام عشان احجز عشان اخش اقابلها، وبعدين بيروح لها ايه ناس هاي كبار قوي. انا عملت حجز 100 جنيه عشان اقابلها 5 دقايق بس. وطبعا محتاجه 100 جنيه تانيين علشان تفك العمل. 100 جنيه يا بابا ده عشان تطلع بره وتعمل كشف خارجي، بتاخد لها باك ومقفول. اتقفل على صباعها ورقبتها باب جهنم. المساعد قال دي هزلت.
لا 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 ما تقولش كده يا راجل، حرام عليك، اجعل الكلام اللي خفيف عليهم. معلش يا ست ام السعد سامحيه، ده غلبان وطايش ومراهق وهمل في نفس الوقت، ما هوش فاهم بيقول ايه. لا انا فاهم كويس قوي انا بقول ايه. ام السعد دي ست الدجال، وانا الصابه وجهله، وانا هبلبك على عادل. عادل معلش الرحمة يا ست ام السعد، الرحمة سامحيني، الرحمة عشان خاطر محسوبك نجاتي، نجاتي ابن دندرمة دفعتك، انا نجاتي جوز لوتس الزبونة اللي عندك، سامحيني يا ست الكل. يا دي النيلة، عادل اصحى. انت بنت هنا يا نجاتي، بنروح بقى نجيب الست ام السعد. ضيع في الساعة، خش خط من رجليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر الله أكبر. هي دي؟ سلم عليها، سلم عليها بس ما تبصش في عينيها. ليه؟ أصل عينيها جامدة قوي، أنا بصيت في عينيها قعدت 3 ساعات محول. جامدة يا عادل، متينة قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، المطعم ده مرصود. هي بتعمل ايه؟ الله! حكايه منع الرزق محطوط على البوابه، اللي يخطي خطوه يرجعها. فين صاحب المطعم؟ انا صاحب المطعم. انت؟ ولا انا شريكه بستة من 10%. شركه سودة، شركه الندامه. ايوه صح صح، انا برضو بقول كده، هو ده اللي نحسني. اتفضل اتفضل. قول ورايا يا ابني. وراك يا نص. يا رازق الدوده ببطن الحجر. بطن الحجر. ورازق السمكه ببطن الحوت. بطن الحوت. اكسر الجره واطلع بره. اطلع بره. يا رازق الحشره وفائس الكتكوت. بركاتك يا بركه. وانت عايز ايه؟ عايزك ترقيني يا مستعد، مش انا اللي جبتك الاول. ارقيك وارقيه، بس قبل ده كله لازم زار يحميه ويطلع اللي بيه، وكل اللي في المطعم يشتغلوا فيه. ماشي يا مساعدة، نعمل زار. بعد نقطتين مش سنتين ولا جمعتين، يمكن ساعتين وبكتيره يومين. لا لا، وماله يا مساعدة، نرتبها حالا ونعمل الزار. اوعى عن الزار تتأخروا، والكل لازم يفقروا. شفت يا عدول؟ مش بقول لك الباركن بره العربيات فوق بعض، مفيش مكان للعربيه. دول مش زباين المطعم يا نجاتي، دول زباين الست ام السعد، علشان كده انا مصر انها تفضل معانا هنا في المطعم على طول. هنا معانا في المطعم؟ الست ام السعد دي ست مهمه، ليها مريدين كتير، لما بيروحوا لها في المكان اللي هي فيه ما بيلقوهاش بيجوا لها هنا على المطعم، والزبون بيجيب زبون والزحمه بتجيب زحمه. افهمني بصراحه، جنيستك بدأت تجانيص. أنا خلاص حطيت الست ام السعد في الإعلان الجديد بتاع المطعم.
اكسكلوسيف انفراد الست ام سعد في مطعم تشيتوتو تقرا لك الفنجان وتفتح المندل وتفتح الكوتشينه وتوشوش الودع وتضرب الرمل. خلاص انا هحط لها صوره قدام باب المطعم. مالك يا غادة؟ تعبانة قوي يا مساعد. طب خدي نفسك كده وقولي اي حاجة احسن، انت وشك اصفر مش عاجبني. طلباتك اموري يا ست مساعد واطلبي لها الاكل الصح. لا لا انا ماليش نفسي خالص يا مساعد. لما ست ام السعد تقول لك كلي اسمعي الكلام وكلي. حاضر. هات لها واحد فته. اتنين فته؟ لا الرجيم. يا ستي مالكيش دعوه بالرجيم، لو سمحتي اعملي اللي تقول لك عليه. حاضر حاضر يا ام السعد. ثلاثه فته سبيسيال عند الست ام السعد. تعالي الناحيه دي. انت جاي علشان المسلسل الجديد عشان تعملي الدور. ايوه يا ام سعد هموت عليه. وسهير صبري بتلف حواليه وربطت مع المخرج وشكلهم كده هينطروا من المسلسل. انت ان شاء الله اللي هتعملي الدور. شفت الولية ام سعد واللي عاملاه؟ تخلي انها بتوكل الزبائن بالامر. الولية دي كتاية عننا فيه. لا وايه، الزبائن ما شاء الله دلوقتي كل نجوم المجتمع بيجوا مطعمنا، واللي بيعمل حجاب بالاف الجنيهات ما بيستخسرش يعمل فاتوره ب 800 900 جنيه. صدقتني انا يا نجاتي طول عمري مؤمن بالغيبيات دي. وليه لا؟ عندك كل رؤساء العالم ما بياخدوش قرار الا لما بيشوفوا طلائعهم، كلينتون، ريغان، ميتيرون. نجاتي انا هعمل زيهم. في كلام يا ست ام سعد بيتنطور كتير اليومين دول، في تغيير وزاري، الكلام ده مظبوط؟ كله بامر الله ونعم بالله. بس يعني انت ست العارفين في ناس كتير بتنكش ورايا وعايزه توقعني. عارفاهم بالاسم واحد واحد. ما انتش غريبه يا ست ام سعد، ال 15 سنه اللي قعدتهم في الوزاره ما لحقتش اعمل حاجه لنفسي ولا حتى لاولادي. هم ال 15 سنه هتعمل فيهم ايه؟ دول يعدوا هوا. والعمل يا ست مساعد، الرزق جاي جاي والسما مليها الضي. يعني في امل افضل في التغيير الوزاري الجديد؟ تاخد دي وتنقط منها ثلاث نقط على عتبه الوزاره وتذبح عجل تفرقه على الغلابه، واول واحد يخش مكتبك في الوزاره تسلم عليه بايديك الاثنين وتقول له في سرك الكلام اللي مكتوب في الورقه دي. يبقى كده اكيد اسمي اتحط في التشكيل الوزاري الجديد. شايفاك وانت بتحلف اليمين، رأيتك واسترقيتك من كل عين اتتك ولا صلتش على النبي، رأيتك من عين اصحابك، رأيتك من عين اهل بيتك، يبعد عنك العذاب واللي ما يدفعش الحساب، ويخبز لك العيش ويكتر البقشيش، ويرزقك ببنت الحلال اللي تجيب لك العيال وما تبقاش ملاحق، ورزقك يبقى بالشوال. وانت يا نجاتي مش عايز تسأل عن الطالع بتاعك؟ لما انا شريك واي حاجة تعملها له ليا فيها 6 من 10%. استنى استنى عاد هتلاقي بنت الحلال اللي بتدور عليها طول عمرك، يا يوم أربع يا اتنين، وأول حرف من اسمها سين. لو لقيتها امسك فيها بإيدك وسنانك، هي دي
وش السعد عليك. نعم، عاوز ايه تاني؟ في حاجة؟ أنا جاي أطمن عليك. لا أنا كويس وزي الفل. كان يوم أسود يوم. لا لا لا، ده كان أجمل يوم في حياتي. يوم 13 في الشهر، يوم الأربعاء. يوم أربعاء ولا يوم اثنين؟ لا يوم الأربعاء، والنتيجة أهي. أربعة، وأول حرف من اسمك سين. الله يبارك فيك. ألف ألف الله يبارك. صحيح يا ناس، ما محبة اللي بعد عداوة. مكتوبة لك يا عادل بيه، شوف سوسن عملت كام حادثة من ساعة ما سقت العربية، لكن يشاء السميع العليم إنها تبقى من نصيبك أنت. شكرا أوي، ما هو كل شيء اسمه نصيب، وأنا تحت أمره. ميرسي يا عادل. الله 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 والله أنت ابن حلال، عشان ربنا يوقعك في عيلة جميلة بنت حلال زي دي. يلا الشربات والفول السوداني. يلا. خلاص يا مستر، رجعت كله تمام. قليت ال طبعا، شويت ال اكيد، حشيت ال طبعا، فشلقت ال اكيد. سخنه اهو. ده ايه ده؟ ده كتير قوي، دول بيوكلوا العماره كلها. بقول لك ايه، اذا ما دفعوش الحساب واذا ما ادوكش بقشيش، خد ضريبه المبيعات. ماشي. ايه يا نجاتي؟ معقوله يا استاذ عادل؟ ده من ساعه ما قرينا الفاتحه ما بطلوش طلبات. بعدين دول ايه، ما بياكلوش في بيوتهم؟ دي مش جوازه، ده مشروع استثماري. اوعى تنسى ان سوسن دي هي وش السعد اللي قالت لي عليها ام السعد. ما دفعوش حساب الحاجات دي. نجاتي، بقول لك ايه، اوعى تشوه صوره سوسن. وبعدين عمرها ما طلبت مني حاجه. انا ساعات بحس انها مزنوقه في الفلوس، انما عمرها ما طلبت مني. الو يا حبيبتي، يا روح قلبي، وحشتيني وحش مفترس. نعم، غاليه والطلب رخيص، معقول يا حبيبتي؟ ربع ساعه وتكون عندك. ماشي يا حبيبتي، باي باي. ما 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 ما. نجاتي، سوسن معذوره في 2000 جنيه، ابعتهم لها فورا. عايزه من ده ومن ده ومن ده ومن ده. هو فين الديك الرومي؟ ابعتوا لي البيت. هو حضرتك هتاكلي ده كله؟ لا يا فجعان انت، انا هشتغل عليه. عادل، انا مش عايزه اكلفك يا حبيبي، اي حاجه منك تساوي الماظ الدنيا كلها. حتى لو جبت لي غويشه او انسيال أو خلخال أو سلسلة، تساوي الدنيا كلها. حياتي، ميرسي يا حبيبتي، اختاري كل اللي انت عاوزاه. أنا هاخد الحلقة، أكيد هيبقى عليا تحفة، مش كده؟ أحلى حلقة على أحلى وأصغر ودان شفتها في حياتي. وهاخد الخاتم ده كمان، إيه رأيك؟ احلى خاتم على اصغر واحلى صباع شفته في حياتي. الله، وده كمان هيبقى يجنن. احلى رقبة شفتها في حياتي. حلو قوي. الله، وده كمان بقى عشان اكمل الطقم. احلى انسيال على احلى معصم شفته في حياتي. ميرسي يا روحي. الله الله، دي بقى تهوس. شكرا. 100,000 جنيه؟ ليه؟ احنا بنلاقي الفلوس دي في الشارع. انا بعد ما دفعت 100,000 جنيه ثمن الشبكه، اكتشفت مصيبه. المطعم ما فيهوش ولا مليم، وانا محتاج فلوس. منين؟ ما انت عارف اللي جاي رايح، احنا بيبات عندنا فلوس. طب هعمل ايه بس؟ هتصرف ازاي؟ ما انا محتاج فلوس علشان هدفع المهر النهارده. اسمع عادل، انا ما اقدرش اشوفك بتتقلب قدامي واقعد ساكت. تقلب؟ مين ده اللي بيقلبني؟ الست سين والعصابه اللي معاه. خلاص يا عادل، المطعم بقى خرابه من يوم ما الست سوسن حطت رجلها فيه. لا لا، بقول لك ايه، انا جت
لاحظ انك انت بتتجاوز حدودك. ده من غلبي عادل، من غلبي. اعمل ايه بس؟ انا خلاص هفرقع. طب اسمع، انت مش بتقول انها شرياك؟ جرب كده قول لها انك مديون وفلس ومحتاجش مليم وعايز فلوس، جرب وشوف. يا سيدي امتحان صغير، احنا هنخسر حاجه زي الافلام. طلعت بنت حلال وشرياك، خلاص اتكل على الله واتجوزها وهاتوا لنا بقى صبيان وبنات وانا بقدهم لك المدرسه. بنت على حقيقتها، خلاص اتكل على الله واحنا لسه على البر. عادل المطعم بقى عامل زي الخراب. يا حرام والله يا حرام، كده الناس تقول ان ادمي عليك وحش. اسمع يا عادل، المطعم ده لازم يقف على رجليه زي الاول، لازم يكون اكبر مطعم في مصر. ازاي بس يا ست سوسن؟ المثل بيقول اطبخي يا شيف كلفتي يا سيدي. يعني ايه سوسن؟ معلش انا اسف، انا في حاجه كان لازم اقولها لك، بس كنت محرج ومكسوف، بس دلوقتي ما قداميش حل غير اني اقولها لك. انا هدخل السجن. سجن؟ ليه؟ انت عملت ايه؟ انا مديون وعليا الشيكات. مديون؟ طب والشبكه ب 100,000 جنيه والعزومات والهدايا؟ كلها فلوس ناس، بس انا ما كنتش عاوز احرمك من حاجه، كل اللي نفسك فيه كنت عاوز اجيبهولك. يعني كدبت عليا؟ وما انت شحات وما حلتكش الغضب، ما بتعيش عيشه اهلك ليه يا اهل؟ وبعدين انا اللي يجبرني ان انا اعيش مع واحد زيك؟ اضمن مستقبلي منين بقى؟ الحب يا سوسن ممكن يخلينا نستحمل. حب؟ حب ايه بقى يا استاذ اللي انت بتحكي لي عنه؟ انت هتعملي حكايات من بتوع الافلام ولا ايه؟ انت نصاب، لعبت على مشاعري بفلوس ناس تانية. انا اسفه، انا اسفه اني حبيتك وعرفتك في يوم من الايام، كان يوم اربع. سوسن انا خلاص مش عايزه اشوفك تاني، وادي دبلتك كمان اهي. سوسن بانت على حقيقتها. عادل انا ما قدرتش امشي، انا بحبك يا عادل، ما قدرتش اسيبك في الموقف ده لوحدك. صحيح انا مش قادره اغفر لك انك كذبت عليا، لكن انت حبيبي، انا هقف جنبك يا عادل وهساعدك. بص ادي كل الفلوس اللي معايا في الشنطة كلها وشبكتي كمان اهي. ام السعد ابوس ايدك، ابوس ايدك. انت متاكده انه كان يوم اربع؟ ام السعد لا يمكن تشوف غلط ولا ترجع في كلمتها. طب بص تاني في البالونه دي كده، هو اول حرف من اسمها سين؟ اول حرف من اسمها سين. النيلة أصله مدلوق عليها ده الأمنيلة، والبت بتقلب فيه كده وكده. بكرة تشوف الخير اللي هيجيله وتقول أم السعدة قالت. طيب أنا يوم ما قابلت لوتس مراتي كان يوم تلات، وأول حرف من اسمها لام، إيه نظام الجوازة دي؟ جوازة الندامة. انت صح وعظيمة، علي النعمة انت كده. اتفضل يا عادل، 100,000 جنيه. انا سوسن بس انا حبيبي، انا عارفة ان نفسك عزيزة قوي، وانا ما بديكش الفلوس دي بمثابة حسنة او سلف، انا هشاركك في المطعم وايدي العقد. ولا انت ما تقبلش مراتك حبيبتك تشاركك في المطعم؟ بالعكس، ده يسعدني يا سوسن. يا خرب بيتك يا عادل، كتبت لهم نص المطعم، نص المطعم اللي احنا تعبنا ومشينا فيه. كانت شوره مهببه يوم ما شورت عليك بام السعد دي. ام السعد ايه؟ ام النحس. طب ونسبه 6 من 10% بعتها كمان؟ ما تهدى امال بقى نجاتي.
ده ازاي بس؟ ازاي؟ ومضيت لهم كده على طول؟ وديني وإيماني الناس دول عاملين لك عمل ومش هيسيبوك لما يدخلوك السجن. آخرتها آخرتها هما يمسكوا الإدارة، طب إحنا هنقعد نعمل إيه؟ لا يا عم أنا ماشي. بقول لك إيه؟ أنا أكرمي أسرح بعربية كشري ولا إني أقعد هنا. إديني نسبتي وسيبنا اتكل على الله. هتتخلى عني يا نجاتي؟ آخرتها أنا أشتغل تحت رحمة الست سين دي؟ الله يخرب بيتك يا مساعد. بقى يوم أربع وأول حرف سين يعمل فينا كده؟ طبعاً أنتوا عرفتوا إن إدارة المطعم اتغيرت. شغل الفوضى والتهريج خلاص. انتهى. عادل بيه كان راجل طيب. الله يرحمه ويحسن إليه. أنت بتبرطم بتقول إيه يا جدعان؟ جدعان؟ إيه ده، هي الكبشة بتتكلم؟ أنت برضو بتبرطم؟ اسمع، أنت بالذات هتشتغل مرمطون هنا في المطبخ، ما شافش وشك في الصالة، أنت فاهم ولا لأ؟ بالك انا ممكن اعملك شوربه سوتيه. ها، لاحظ ان انا الشريك هنا بنسبه 6%. مش عاجبك الباب يفوت جمل. تعليماتي واضحه للكل، كل واحد خارج من المطعم يتفتش، واللي هظبط معاه كيس ملح هيعرف شغله كويس قوي، ومحدش يروح يشتكي ويعيط لعادل بيه، لان عادل بيه شريك وانا شركته بالنص وحق الاداره كمان، مفهوم؟ ومن هنا ورايح المطعم هيمشي بسياستي انا، وزي ما قلت لكم اللي مش عاجبه الباب يفوت جامد. خدي يا حبيبتي السلامه انت بقى. اهلا اهلا بوش الساعد. طبعا انا عارفاكي ومراقباكي كويس قوي، وعارفه ايه اللي بيدخل. نسبة المطعم هتزيد، هتبقى 70%. الله 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 الله، اهدى، لولا كلامي واول حرف سين ويقابلك يوم الاربع ما كنتش تبقي في العز ده كله. عز وز اللي انا بقوله هو اللي هيمشي، والباب يفوت جمل. انا قلبي عندك وانت قلبك مش هنا، اديني قلبك ليه تعز عننا. اديني قلبك وخد قلبك، اديني قلبك وخد قلبك، اديني قلبك وخد قلبك، خلي المحبة حبة تجمع شملنا. اديني قلبك وخد قلبك، اديني قلبك وخد قلبك. عادل بيه، عادل بيه. ايه ما مالك؟ بص على ايه؟ ما احنا بقينا غرم، الهانم عامل عليا حظر التجول، ممنوع اطلع من المطبخ لصاله المطعم. يا ما رحنا معاه وجينا. مطعم ايه؟ هو ده بقى مطعم، ده خلاص بقى ميغا غرزه. يا عادل بيه بقى كفايه الحبوب المهدئات اللي بتاخدها دي، يا عم فوق شويه الله يسترك. شوف يا نجاتي، انا انكرش ان انا مش راضي عن سياسه المطعم الجديده ودايما معترض عليها، لكن ايه؟ الزباين فوق بعضيها زي ما انت شايف، ما شاء الله المطعم شغال شغل ما حصلش. الظاهر يا نجاتي ان اللي درسته في اوروبا شيء والواقع شيء. الله 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 حلاوه. الحب عندك 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 تمثيليه، الدور ده واخده ثانيه. اتفضلي
وادي الحجاب بتاعي اهو. يا حراميه يا نصابه. قصدك تقولي الوزير السابق؟ ما خلاص انا اتشلت من الوزاره وفضلت لك بقى يا مساعد، واول حاجه عملتها بعد ما خرجت من الوزاره بلاغ ضدك، قضيه نصب واحتيال، والبوليس جاي ورايا. لا 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 خلي عنك انت يا معالي الوزير، ده واجب علينا. اتفضل حضرتك. ده كلام تقوله برضه لابو السعد؟ قصدك ام الفقر. كان ادمك علينا ادم نحس يا بتاعت يوم الاربعاء. انتوا قد الكلام اللي بتقولوه ده؟ محدش يزيهم، محدش يزيهم، دول مش عارفين بيقولوا ايه. ده انت اللي هتتأذي يا نصابة. يلا يا اختي يلا. يا ابني هتتأذي يا ابني، ده هو هتتأذي. يلا نضفوا المطرح. اتفضلي مع السلامة. يلا. بس المطعم ده مطعم محترم، واللي يقعد فيه لازم يبقى محترم. تشيتوتو اللي يدخل فيه بعد كده لازم يقدم طلب وعرض حال دمغه معاه اربع صور، وعلى الاقل يكون بيجيد لغه اجنبيه واحده. لكن التسيب والاهمال اللي بقى موجود في تشيتوتو لازم ينتهي ويرجع تاني مطعم حقيقي. لا ده اكيد جرى مخه حاجه. ايه جاي تعلمنا الادب ولا ايه؟ علي النعمة انا اوري لك شغلك، انت راجل قليل ادب قوي. انا قليل الادب يا منحط يا سافل؟ انا منحط وسافل؟ علي الطلاب الثلاثه اللي اوريك، انت فاكرنا في النيات ولا ايه؟ قومي. لا 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 جيت في وقتك يا صفوت بيه. ثانيه واحده من فضلك. هتعمل ايه؟ انت الاخرى صفوت بيه. انا الناس دي عاملين لي مشاكل في المطعم ولازم تحسب لي امري معاهم. بس اتفضل حضرتك. انت اتفضل اتفضل اتفضل. يعني انتوا شركاء؟ ايوه يا فندم، انا ليا 50% من المطعم. 50%؟ ايه يا باشا، المطعم ده بتاعي انا لوحدي، ماليش شريك، وبعدين هم اللي جم احتالوا عليا وما دفعوش ولا مليم. وال100 الف اللي انت واخدهم؟ فلوسي تمن الشبكه. خلاص واحد منكم يبيع للتاني، واحنا تحت امره، يشوف عايز كام في النص بتاعه ويفرقنا. انا اللي ابيع؟ انت كلمت يا باشا؟ المطعم ده بتاعي انا، عامله بعرقي وتعبي. يعني هو املي قوي؟ ده خراب، واحنا اللي عملنا له حس. خلاص نبيع احنا يا ابي. ها احنا عايزين نص مليون جنيه ونطلع. كام؟ نص مليون جنيه واقبضهم قبل الاربع. خلاص خلاص خلاص، عصر ام السعد خلاص انتهى. اليوم اربع واول حرف من اسمها سين. يا راجل بلا كلام فارغ. احنا يا نجاتي احنا اللي جبناه لنفسنا، بس اتعلمنا اتعلمنا جامد قوي، اتعلمنا بالغالي. ده احنا دفعنا نص مليون جنيه وكنا هنخسر المطعم. خلاص ننسى اللي فات يا نجاتي ونبدا من النهارده. مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ عادل نور. ايوه انا سالي. عم محمود كما حضرتك في ايطاليا هو اللي قال لي اجي لك عشان اشتغل مع حضرتك. مفيش شغل. اسفه سوري. ليه كده بس يا نجاتي؟ كسرت بخاطر البنت؟ ده عمها كان صاحبي في ايطاليا محمود. يا راجل احنا ما صدقنا خلصنا من ساوسن، هندخل كمان في سالي؟ سالي؟ هو النهارده ايه يا نجاتي؟ النهارده الاربع. الاربع واسمها سالي؟ دي وش الساعة دي بتاعتي؟ الحقها يا نجاتي وهتخليها تمشي. شوف اخدك على بوزك. بقول لك ايه؟ أنا وش السعد بتاعك. وش السعد بتاعي ازاي؟ أنت اسمك نجاتي بالنون؟ لا بالسين، سمير غانم.